كيف يجمع بين قول الله تعالى وعسى أن تكرهوهن وعسى يقول كيف نجمع بين فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم. وبين قول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. السؤال يقول إذا كنت لا أجد استقرارا مع زوجته يقول إذا كان لا يجد استقرارا مع زوجته كيف يوفق بين هذه الآيتين؟ ما بين الآيتين اختلاف يا أخي. إذا كنت ما تجد مع زوجتك استقرار وراحة طلقها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته كان الله واسعا حكيما. نعم.